السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كابتن أسامة نبيه بيفضح الزمالك امبارح، شفناه طلع مع مهيب عبد الهادي وبيتكلم كلمتين في حق ابنه. طبعا كل واحد محروق علشان ابنه، الناس كلها والجمهور كله وكل الزملكاوية والسوشيال ميديا كلها جاية على الكابتن أسامة نبيه. تمام، عندنا قفشة النهاردة إن شاء الله، قفشة بإذن الله بيلعب أساسي يوم الجمعة بإذن الله مباراة الترجي. عندنا غياب الشناوي، تأكد خلاص غياب الشناوي ونزول علي لطفي باذن الله. علي لطفي قدها طبعا، متعودين على علي لطفي يعني بتاع المواقف الصعبه، شفناه قبل كده مع الاهلي وما خدش فرصته ومن حقه انه ياخد فرصته. عندنا تعيين كابتن بدر رجب، كابتن بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وده خطوه جميله جدا ان النادي الاهلي ابتدى يبص لقطاع الناشئين. بدل ما السنه اللي فاتت اشترينا اكتر من 7-8 ناشئين من وادي دجله وشفناهم خدناهم وزعناهم، يعني احنا خدناهم عمالين نوزع. فاحنا جبنا كابتن بدر رجب. بدر رجب اللي معرفش بدر رجب، بدر رجب من الثمانينات والتسعينات كان من افضل خط النص في مصر. عندنا الكاف، واللي الكاف انصف النادي الاهلي في قضيه الهلال اللي كان الهلال السوداني رفعها على النادي الاهلي في الهتافات العنصريه. طبعا الهتافات العنصريه دي كلمه كبيره جدا، العنصريه دي بحد ذاتها طبعا الكاف والعالم كله بيحاسب عليها. احنا شفنا قبل كده العنصريه في الملاعب الاوروبيه، كان الناس كل كان بيتكلم عليها ازاي. فاحنا ما نتمناش ان حد، طبعا احنا كنا شايفين الكلمه من خدوها من العبيطه اهو، طبعا ولفوها ما تفهمش ايه اللي حصل، بيقول لك العبيطه اهو، فرق السماء من الارض. احنا عارفين طول عمر هتاف النادي الاهلي العبيطه اهو العبيطه اهو، دي كلمه دارجه في الاستاد بين الجمهور وبين بعضه، لكن ما توصلش انها الكاف وتوصل انها تكون كلمه عنصريه يتعاقب عليها النادي الاهلي. طيب في بدايه الكلام في المداخله نحب نسمعها مع بعض، المداخله بتاعه الكابتن اسامه نبيه اللي اتكلمها مع مين. حدد موقفك مع اداره. انا مش عارف اتكلم مع مين في الوقت الحالي، الامور دلوقتي مش مستقره والامور دلوقتي مش واضحه. قال لا انت مش هتبقى موجود معايا لحد ما تبقى تحدد موقف. الكلام ده كان امبارح ولا الكلام ده قالوا له؟ لا لا الكلام ده ما اعرفش بقى قالوا له دي، ما اعرفش انا ما اعرفش حاجه عنه، لكن انا زي ما انت بتقول كده، انا بالنسبه لي المدير الفني اجنبي هو بيستفيد باللاعب حتى نهايه عقده سواء مكمل او مش مكمل، انا ما اعرفش حد قال له. ده شغل غير احترافي بالمره. صح، انا عندي لعيب وحتى لو كان مضى فهو مضى في المده القانونيه بتاعته. بغض النظر ما حدش عنده تاكيد لحد دلوقتي يا مهيب، لان الناس كلها بتقول وبتستند ان انا قلت واكدت ان هو مضى ووقع والكلام ده. كل دي اجتهادات. في كلام في عرض العرض قائم العرض قائم، مش هنقدر نخاف ده، الناس كلها بتاكد ان هو مضى. وبالتالي انا برجوعي للكابتن عبد الواحد لما سالته قلت له طب بنتكلم مع مين؟ قال لي انا مش مسؤول عن ملف التجديد. امال مسؤول عن ايه؟ هو مش مسؤول عن ملف التجديد. امال مين المسؤول؟ خلي بالك محدش مشي لحد دلوقتي، حتى موضوع استقاله مجلس اداره نادي الزمالك غير رسميه، يعني لم يصل الى وزاره الشباب والرياضه اي نوع من الخطابات الرسميه من اجل رحيل مجلس اداره نادي الزمالك. انا بالنسبه لي بقى الموضوع مش بالشكل دوت. انا بالنسبه لي احنا النهارده عرض علينا عرض، عايزين نتكلم في العرض دوت، عايزين نتكلم في بنود العرض. يا كابتن عبد الواحد هتتكلم انت؟ قال لي انا مش مسؤول عن ملف التجديد. طب هنتكلم مع مين؟ طب انا هسال وايه؟ طيب وارجع لك. هل ده شايفه ان هو لا يليق ب يوسف اسامه نبيه، خاصة ان اسامة نبي هو واحد من ابناء نادي الزمالك اللي احرز معاه بطولات مع معلش انا اسف، يعني لو الراجل ما يعرفش مين انا، لو الراجل اوسوريو ده ما يعرفش مين انا، اللي حواليه عرفوه. مين اللي حواليه؟ المساعدين، مدير الكورة، مسؤول عن الكورة. انا عارف ان دلوقتي في فترة فراغ وفي فترة عدم استقرار، اي حد يقول له ان التصرف ده تصرف غير احترافي. ولو ما حدش يعرفه يعني هو ما يعرفش انا مين، وانا عارف ان هو ما يعرفش انا مين، ما يعرفنيش، هيعرفني منين؟ فاهمني ازاي؟ بس ده تصرف مش احترافي خالص. صحيح. لما جالنا عرض في لعيب وهو بيلعب بعناه. لعيب وهو بيلعب بعناه. وكان النادي في الاحتياج اليه، امام عاشور لما جاله عرض وهو بيلعب ومكسر الدنيا ونجم مصر، اتباع. طيب سمعنا كابتن اسامه نبيه، مفيش احترافيه، مفيش ناس بتعرف تدير الكوره صح فين في نادي الزمالك.
احنا شفنا احمد فتحي لما مضى لبيراميدز، الراجل قعد لحد اخر عقده ولحد اخر مباراة كان بيشارك. انما ان انت تجمد لعيب ولسه صاعد واعد معاك في الفريق زي اسامة نبيه، بيتكلم الراجل بيتكلم بحرقة، الراجل بيقول لك لو محدش يعرف اسامة نبيه حد يعرفه يا جماعة، حد يعرف اسامة نبيه، يعرف اسوريو مين هو اسامة نبيه. احنا شفنا الراجل بيتكلم بحرقة ازاي، وشفنا الراجل جواه خلاص نار نار جوه. عبد الواحد السيد بيقول لك انا معرفش، امير مرتضى قعدوا يضحكوا على الواحد، يعني عي كان بياخد 80,000 في السنه، هل في الوقت الحالي ومع الاحتراف اللي احنا شايفينه على العالم كله لعيب زي اسامه نبيه ناشئ ده، انا اقعد دوت هو وابن فاروق جعفر اقعدهم ونمار وحسام والناس دي كلها اقعدهم وابني عليهم فريق، ابني فريق ولاد النادي دول ابني عليهم فريق. انما التعامل بالطريقه دي، شفنا امام عاشور مشي ازاي، شفنا بن شرقي مشي ازاي، شفنا ساسي، شفنا طارق حامد، شفنا كل الناس دي كلها مشت ازاي. ترجع تقول النادي الاهلي هو اللي بيحارب الزمالك والنادي الاهلي نادي الدوله، ما انت بتمشي ولادك، هو انت مشيت ولادك في فتره انت محتاجهم، ما انتش عارف تتعامل مع فتره التعاقدات وفتره انتهاء العقود بتاعت اللعيبه، ما انتش عارف تمضي اللعيبه صح. بتيجي النهارده وتيجي تتكلم تقول لك معرفش ده ما محدش عارف في حاجه ولا فاهم حاجه في نادي الزمالك، حرام حرام. شوفنا فرق التعامل بين احمد فتحي وبين يوسف اسامه نبيه، في فرق احترافيه في التعامل، وده اللي بنتكلم فيه يا جماعه، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. نرجع بقى لمرجوعنا ان شاء الله. تمام، تعالى يا عم الحاج، قناه الزمالك والسوشيال ميديا الزملكاويه بقالها يومين شغاله على وتيره ان زيزو احسن من الشحات واحسن من ابو تريكه ويمكن احسن من خطيب كمان. ما احنا بنسمع اي كلام في اي اتجاه وخلاص، لكن لو جينا للاحصائيات وجينا للكلام وجينا للمباريات لما هو احسن من ده كله، ليه اي مدير فني في المنتخب ما كانش بيلعب زيزو اساسي؟ رد عليا يا ذكر منك له، يا اللي بس بتتكلموا عاملين زي البغبغانات ما انتوش فاهمين حاجه وكل واحد فيكم لسانه قد كده. الزمالك نادي القرن، نادي الكرامة، يا رب تفضلوا كده بالكرامة على طول ما تطلعوش منها، علشان تبطلوا أفورة وتبطلوا كلام ما انتوش قده وكلام مش مفهوم محدش بيسمعه ولا يفهمه غيركوا انتوا وبس. نادي الزمالك فيه ناس محترمة، نادي الزمالك فيه قيمة وقامة كبيرة جدا، نادي الزمالك كان فيه لعيبة من أفضل وأمهر وأحسن لعيبة مصر كانت موجودة في نادي الزمالك. نادي الزمالك جمهوره كان من افضل واحسن جمهور وما زال في البعض، زي جمهور الاهلي كده بالظبط، كل جمهور في العالم وكل انسان فينا كويس وفينا الوحش، فاحنا ما ناخدش الوحش ونسيب الحلو، احنا بنتكلم عامه في المجمل نفسه. طيب سيبك من كل ده، نيجي بقى على المحكمه، على الكاف، يعني الكاف احنا شفنا الكاف الفتره اللي فاتت والعقوبات اللي كانت نازله على الانديه، وكان في قضيه كانت دايره بين اللي كان عمال يصوصو كل يوم والتاني الهلال السوداني اللي قرفنا وصدعنا، ويا رب ما نشوفه تاني معانا في اي مجموعه، لان الهلال فعلا قرفنا وقرف ما بعده قرف، عياط وصواح ويعني بص وبهدل الدنيا كلها. طبعا مع كل شويه كان القواضي عماله تطلع للكاف علشان النادي الاهلي وعقوبات على النادي الاهلي، النادي الاهلي الحمد لله انصف، النادي الاهلي اتنصف من الكاف. احنا شفنا ان العقوبات كانت على الترجي كانت عامله ازاي، شفنا العقوبات على الهلال كانت عامله ازاي، لكن الحمد لله النادي الاهلي اتغرم بس 120,000 دولار على حتف الازايز داخل الممر في استاد القاهره. احنا شفنا الهلال وشفنا قله الادب، طبعا القضيه اللي كانوا رافعينها دي العنصريه، ده لو كان الزمالك لو كان هم كسبوها كان الزمالك كان طلع وبان عليها قصر، قال لك شفت ده الكاف بيغرم الاهلي، ده الكاف بيحرم معرفش ايه، ده عنصريه، يبقى شيكابالا مظبوط، يبقى وكانت هتطلع علينا افلام ومسلسلات، واسامه انور وعكاشة كان هيطلع، وكنا هنشوف ليالي الحلميه الجديده مع نادي الزمالك. ما هم مستنيين اي غلطه او اي مشكله يقع فيها النادي الاهلي علشان يبنوا عليها اخطائهم، ويقول لك شفت احنا كنا على حق، مرتضى منصور على حق، كلام ما يعقلش. بس الحمد لله القضيه دي خلصت على خير،
التغريم كان مادي وخلاص وانتهينا وخلصت، خلاص وانتهينا وخلصت. لكن نقعد بقى نتكلم بقى كلام فاضي، نشوف نادي الزمالك وقناه نادي الزمالك كل يوم والتاني، والغندور صاحب الفتنه اللي عمال يتكلم فيها ليل ونهار، اللي معرفش الراجل دوت سبحان الله عمال بيطلع على القنوات كلها، يطلع بيتكلم بشيء سيف زاهر، يطلع يتكلم على صفحته بشيء تاني، يطلع على قناه نادي الزمالك وعمال يعني بص بيبرر، يقول لك انا ما ازاي هطلع على قناه نادي الزمالك ما هجيبش كهربا، لكن كهربا احسن لعيب في مصر يا ولا، ده ايه العسل ده، ده انت بص يعني مالكش حل، يخرب بيت ام الدماغ اللي تضربوها دي، ايه الدماغ دي انتوا تضربوا ايه يا جدع، حاجه بسم الله ما شاء الله. بنبارك طبعا للكابتن بدر رجب، بدر رجب المحترم، بدر رجب اتعين مدير فني لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. بدر رجب ده يا جماعه الراجل دوت ده اكتشف كهربا، وهو دوت اللي كان موجود في الاشبال او كان موجود قبل كده، لكن الحمد لله ربنا كرمنا وقدر الاداره وقدرت ان نشوف كابتن بدر رجب تاني في النادي الاهلي وقطاع الناشئين. احنا عايزين الفتره اللي جايه نشوف قطاع ناشئين يكون محترم، قطاع ناشئين يعرف يتعامل الفتره اللي جايه مع الملف. احنا شفنا النادي الاهلي عمره في حياته ما كان بيطلع يجيب الكم دوت من الناشئين. النادي الاهلي ممكن باذن الله تعالى هيكون في تشكيل مختلف في مباراه الترجي طبعا غصب عنه، لان احنا عندنا فيما بعد ان شاء الله ان كان الوداد او ان كان سان داونز احنا عايزين اي حد فيهم مش مشكله، اي حد فيه هيجي، احنا الاهلي لازم يكون قده ولازم الاهلي يكسب ولازم الاهلي يعرف يتعامل ازاي مع المباريات دي. لازم مارسيل كولر ان شاء الله الفتره اللي جايه دي يعرف يدور اللعيبه، عنده كم هايل من اللعيبه يعرف يدورها كويس، يعرف يتعامل معاها صح. احنا عندنا الحمد لله كم وافر من اللعيبه احنا ما بنشوفهاش بتلعب يعني اساسيه، بس الفتره اللي جايه دي لازم تلعب، لازم تلعب. احنا الشحات شفنا الشحات مش هيلعب، شفنا حمدي فتحي، شفنا الشناوي، عندك فيه كم لعيبه مش هتلعب وممكن كهربا ما يلعبش، فاحنا بنريح الراجل بيريح عامل حساب، وبعد كده الراجل عرف اخطائه وتعلم صح وتعلم ازاي يمشي داخل افريقيا، داخل افريقيا، لان الفكر اللي عنده يعني احنا شفنا مارس الكره في بداياته كان هجومي ودفاعه كان زي الزفت طين، شفنا الدنيا كلها انت بتهاجم وصح الصح لكن بيخش فيك كم اهداف ما شفناهوش قبل كده. الراجل اتعلم صح وعرف يبني على اخطائه. النهارده بسم الله ما شاء الله 12 مباراه دوري وكاس وابطال افريقيا جون واحد بس، جون واحد بس، بسم الله ما شاء الله. شفنا الراجل بيتعامل ازاي، شفنا الراجل فهم النادي الاهلي ازاي، شفنا الراجل الحمد لله يعني عنده توليفه ربنا يكرمنا فيها باذن الله تعالى ان شاء الله يوم الجمعه، ونتمنى باذن الله كل الدعم ونتمنى الفوز للنادي الاهلي، وان شاء الله في انتظار الوداد او سان داونز، وباذن الله ربنا هيكرمنا الفتره اللي جايه دي. وشكرا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.